دعم الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع من خلال آليات الدعم المختلفة من شأنه النهوض بالتنمية وفقا للتوجه الاقتصادي الجديد بهدف إنشاء مناطق صناعية بكل بلدية إليزي. هذا البروجي سي بروجي دانفستيسمون اجانيت سور دو فولي. Le premier volet le plus important, c'est la transformation de la pierre décorative. 1000 mètres de production de plaques et de carreaux par jour, décorative, donc en granit et en marbre. 10 hectares, dont 1 hectare bâti, 80 emplois directs, 980 millions de dinars d'investissement. Nous avons entré dans des investissements d'autres, dans les mahajers, des investissements dans le Kharasana, des investissements dans les taqat al-mutajaddida. وإن شاء الله عندنا استثمارات في المستقبل القريب في طور الإنجاز وإن شاء الله نكونوا بأحد رواد التنمية في ولاية إليزي. إنشاء مقاولات ذاتية لم يعد صعبا في ظل المرافقة الأولية لمختلف المؤسسات والسرعة في دراسة الملفات، الشيء الذي أعطى دافعا قويا للمستثمرين الشباب في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. هي مؤسسة فيها دو لين دو برودكسيون، اون لين باتي كوسكوبات كورت اي لون، بطاقة إنتاجية 33.6 طن في اليوم. صبنا كل التسهيلات على مستوى الإدارة. تم اختيار موقعين لإنشاء منطقتين لنشاطات مصغرة، واحدة بإليزي وواحدة بجانت إن شاء الله، لاستقبال استثمارات صناعية. ونحن في صدد هذه الأيام بمنح عقود امتياز لمصنعين من إنتاج السميد وإنتاج العجائن بمختلف أنواعها إن شاء الله. دعم الاستثمار بمناطق أقصى جنوب الوطن يتم أيضا عبر توفير آليات لنجاحه من تكوين وتأهيل لأصحاب المشاريع في كل المجالات.